هذا الشوط معلنة عن وجود هملول وكذلك شمردل من خلال او شهدار من خلال هذه اللحظات اللي احتلوا المركز الاول والثاني في انطلاقة قوية وانطلاقة مبدئية حتى هذه اللحظات بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني المركز الثالث هناك هملول تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عملية التضمير تصل الى الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، والمركز الرابع ننتقل مباشره الى مهيض لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عمليه التضمير والتدريب الى سعيد بن عبيد الحميري، اما المركز الخامس يصل من خلال شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم المضمر حمد بن ضعيف بن غدير الاجتبي يتواجد في المركز الثالث الخامس، المركز السادس نصل الى عالي لسمو الشيخ محمد بن هيام بن ذياب بسمو الشيخ الهيام بن ذياب بن محمد بن سيف الهيان المضمر الصادق فضل الامين يتواجد في المركز السادس، المركز السابع والثامن او المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يا هذه اللحظات صغر عبد الله بن ثعيلب الهاجري، والمركز الثامن شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقياده علي بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز التاسع يحمل الرقم 9 هنا مشاهدينا الاعزاء ياتي شاهين لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن رايد المكتوم المضمر حمد بن خميس الغويص السويدي، بينما المركز العاشر هناك هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي مضمرا ومرافقا لهذا الركب. هكذا ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء انطلاقه هذه الاشواط، تواصل هذا الاداء من خلال مشاركه الجعدان المحليات الاصايل، عوده الى البدايه وعوده الى شعار هجن العاصفة، حيث تقدمت هذه الأسماء وتقدم من خلال هذه اللحظات في انطلاقة هذا الشوط المركز الأول والثاني. هنا في انطلاقة هذا الشوط يأتي هملول ويأتي كذلك شهدار الملكية لهجن العاصفة دائما في مقدمة الأشواط، التضمير لدى الواثق حمد بن راشد بن غدير، نشاهد الاثنين في مسار التحدي ومسار المشاركة في هذا المساء. أما المركز الثالث بدأ الآن عالي يرتفع من رتمه العالي ويسير نحو المركز الثالث، هذه السلالة الشاهينية من سارت تخطت الى المركز الثالث لسمو الشيخ الهيام بن ذياب بن سيف الهيان المضمر الصادق فضل الامين. اما المركز الرابع من الجانب الاخر هناك في تسلل مشاهدي الاعزاء من خلال تواجد صغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وياتي عبد الله بن ثعيلب الهاجري مضمرا مشاهدينا الكرام للمركز الرابع. المركز الخامس هنا ياتي شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وحمد بن خميس الغويص من يتولى التدريب والتضمير، اما المركز السادس فشاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم علي بن راشد بن غدير في التضمير. المركز السابع وصلنا الى مهيض لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، وياتي سعيد بن عبيد الحميري في التضمير. هكذا كانت النتيجة وهكذا مشاهدينا الأعزاء لا تزال حتى هذه اللحظات، لكن نعود إلى البداية، نعود إلى المراكز الأولى. هنا كما عودنا الجماهير، تعودت الجماهير في متابعة هذا الشعار الجماهيري الكبير هجن العاصفة هجن العاصفة، إذن إلى المتقدمة. ولكن هناك على المركز الأول من يغرد أكيد بلا شك خارج السرب لهجن العاصفة، يسير بامتياز نحو المركز الأول بامتياز نحو صدارة هذا الشوط، كما عودنا الجماهير كما تعودت الجماهير تتابع هذا الفريق الملكي، تتابع هذا الشعار المميز لهجن العاصفة، وكذلك المضمر حمد بن راشد بن غدير مرافقا بالتضمير على النخبة الأولى على المركز الأول مرافقا كما نشاهد ونتابع. يا سلام، هنا هملول لا يزال على المركز الأول، هملول لهجن العاصفة مشاهدينا الكرام هو المسيطر حتى هذه اللحظات بفارق كبير عن البقية أقرب الملاحقين. يأتي شهدار لهجن العاصفة والمضمر حمد بن راشد بن غدير من خلال يتابع هذه اللحظات هملول وشهدار، ولكن عودة إلى البداية خلاص مع انطلاقة الاثنين مع تمركز الاثنين على الساحة في هذا الشوط وانتزاعها للمراكز الأولى المتقدمة كما كانت وكما
كما كانت مشاهدين الأعزاء ولا تزال حتى هذه اللحظات وكما تكون نريدها دائما في المستقبل بأنها تحقق نفس الإنجازات السابقة نفس الإنجازات الموسمية في كل موسم وبكل أداء مميز. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز والانتصار. هملول وشهدار على المركزين الأول والثاني مبتعدين عن المراكز الأخرى. تهانينا العاصفة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث هنا لحظات الوصول لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد برايد المكتوم شاهين. المركز الثالث اسمه الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف نهيان. المركز الخامس شاهين أو صغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء انتقالة هذا الشوط انطلاقة هذا التحدي في هذه المشاركة القوية في هذا الأداء المميز العريق الذي قدمه في هذا الشوط بسبع دقائق 54 ثانية. كان هملول مشاهدي الأعزاء لهجن العاصفة تهانينا والناموس كذلك إلى الواثق حمد بن راشد بن غدير. شهدار حل في المركز الثاني أيضا من هجن العاصفة مشاهدي الأعزاء. توقيت زمني 7 دقائق 54 ثانية. ثلاثة أجزاء من الثانية المضمر حمد بن راشد بن غدير لك التحية. شاهين في المركز الثالث لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم من حل في المركز الثالث وقدم عرضا مميزا في انطلاقة هذا الشوط. توقيته الزمني من خلال الانطلاقة والتواصل وصل 8 دقائق 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية هو توقيت الزمني مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقات وهذا التواصل. نسير إذن مشاهدينا الكرام بعد